رجال خلاص انا بفطر انا. رمضان لا لا رمضان لا لا ويلكم هوم رمضان اهلا رمضان دريري دريري فورتنايت اليوم الكينج رجع. اسبوع كامل وانا اتدرب كريتف واموت 100 مره عشان مستواي يرجع. لعبت كثير طور ال 100 واحد علشان ايمي يتعدل وبنايتي تتعدل علشان اجلد. صرت ما اكل عدل ولا اشرب عدل علشان مستواي يرجع فورتنايت. واليوم اليوم يا جماعه واحد مني ما راح تطلع برا المقطع الا فيه فوز. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله اللهم اني صايم بلا صرخات يا رجل. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ صحتكم طيبه؟ شو الحال؟ اول شيء قبل ابدا يا شباب، هذا اول مقطع بالرمضان، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وقيامكم وصومكم وتصلوا التراويح يا جماعه والقيام وختم القران وبس. شكرا لكم. اوكي خلاص انا كذا وفيت يومها، انا وفيت نصحتهم. ها يوم قالت لي صح والله فاشي، والله بعد امي قالت لي لا تصرخ بالمقطع، والله بحاول يوم هذا تشوفين المقطع بحاول. انا ممكن اني من بدايه المقطع كنت اصرخ. اليوم يا شباب مقطعنا فورتنايت مثل ما تشوفون، بكثر مقاطع فورتنايت يا جماعه. لا تفهمون يا جماعه الكلام مو لعبه فورتنايت، بس بكثر مقاطع فورتنايت علشان انا رجعت يعني احبها وبرجع مستواي صراحه. وانا لا تخافون يا جماعه راح انوع بالالعاب يعني ببجي والعاب ثانيه. اول شيء قبل ابدا بالمقطع وقبل ادخل جيم واجلد، الحمد لله يا شباب فتحت واخيرا قناه تويتش البثوث المباشره. باذن الله راح ابث يمكن يوم بالاسبوع او يومين باذن الله. راح ابث كل خميس خميس شو باذن الله راح ابث كل خميس وراح احط تصويت فوق، يمكن يطلع هاي هنا ولا هنا باليسار في توقيتات يا جماعه. اتمنى تختارون التوقيت الحلو للبثوث، لان صراحه انا ما اعرف متى توقيت البثوث الحلو. احس يا جماعه ان احلى توقيت للبثوث بعد السحور كذا بعد الفجر دايما، لان احس يا جماعه رمضان الناس ما تنام تسهر لاخر الليل. او توقيت ثاني اللي هو الساعه 4 العصر كذا قبل الفطور بساعه او ساعتين، تكون الناس تو قامت ويعني يتابعون يعني. المهم اتمنى انك تصوت عزيز المشاهد فوق كذا تختار التوقيت المناسب. طبعا قناتي بتويتش تحت بالوصف او اول تعليق بالمقطع راح تشوف قناتي تويتش ورابط، تضغط على الرابط وتضيفني. هذه قاعده بيني وبينكم يا شباب. اول شيء الوالد يمكن طالع المقطع، فاول شيء بدون سب. ها ما في سب رمضان اصلا، قبل رمضان ما كنت اسب يعني، رمضان بعد ما في سب وما في صراخات وما في عصبيه. اوكي والله هم اني صايم يا رب ثبتني يا رب. بس يا شباب قبل ما ابدا تسوي زر اللايك. اي صح صح الكود يا اخي، ايش في انسى الكود هذا؟ الكود هذا تسوي يا شباب اي اف 1 وصور ودز لي انستغرام وضيفوني انستغرام تحت يا جماعه. والله اليوم ازعجت انستغرام تويتش كود بدي تشوف، بس ادري انك كفو راح تسوي كل شيء يا رب. اول ما ندخل جيم يا جماعه نقول استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل صيامنا. ايش دخل؟ بس يلا الحمد لله. لا 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 يا تلتد لا. والله توني اشوف يا جماعه. يس اخيرا يا جماعه حلمي تحقق. انا من اول ابي تلتد تروح يا جماعه. تذكرون المقطع قبل 3 شهور مدري 4 شهور لما قلت عنوان المقطع نهايه تلتد؟ اي شوف كيف تنبأك يا جماعه من قبل 3 شهور. ديب والله اني اسطوره. شباب يلا خلينا ننزل المكيفات وانا بظلك. فهمت يعني راحه واقي. اوكي صامت. شوف اسمعني والله كان ودي يعني والله الا تموت. لا والله لا تصدقون احس النظارات ما تخليني العب عدل، خليني احطها على جنب. اليوم ميسي يلعب بالكوره، اليوم ميسي جول على السوق. الحين تلتت كلها راحت، بس الساعه الحين عايشه وتشتغل. يا ولد طلقه تموت، ارحم نفسك. احتراف جلد يا رجال، احتراف يا رجال من الوراثه كذا. انزل تلتد واجلد يا جماعه الحين، الحين بالله ما حد نازل تلتد. قبل الشعب كله 20 واحد نزل تلتد او 30 واحد، الحين ما حد نازل. شباب لحظة سكوت 5 ثواني من اجل تلتد. حرك بسرعة بس لا تجيني طلقة سنايبر هيد. لا 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 هدوا. اوكي. يما يا الزون يا ربي ان شاء الله الاقي الاشباط يا جماعه، ان شاء الله الاقي الاشباط. سيارة سيارة
طيب وين الأشباط؟ الأشباط وينه؟ والله كان في الأشباط. الأشباط وينه؟ ها يا شباب شوفوا في الأشباط، في الأشباط معفن. لكو كسرته. والله إني غبي يطلع مني إيش؟ طيب أنا دخلت هنا، بعدين رحت فوق، هذا الأشباط هنا. كسرته أنا ولا شنو؟ والله مشكلة يا جماعة، الواحد صايم يا أخي، احترموا الصايم. يا عمي تعال يا قلبي تعال. فكر ما شاء الله عليه، بس انا مستغرب ان طلقاتي كلها ما جت. اوكي يمه يلا خيو اي جلدو اي في بومب هنا لا اقسم بالله انك ما تستحين، هذه الله ما قالها شوت قلب الرشاشة. الله مني صاير. خذها ما مدى ياخذ. ستة باي. جماعة هم اللي عصبوني، ترى بداية الجيم انا ما قاعد العب بقوة علشان رمضان، قلت يا اخي الناس صايمة ما ادري ايش، بس خلاص ما ادري اجلد. يلعب الوسط أربع طلقات 48 يا إلهي. هو هذا هو، لازم استغل الطلقات صح.
يا الله شوف وين راح. لا حول ولا يا اخي موت. اوكي الثاني فاينل يا جماعه. اه والله يا جماعة لحظة والله من زمان كنت انتظرها والله. الفيكتور يغير واحد شلاس مدري شلاس. يا جماعة قلبي اخ. المهم يا شباب ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. اكيد استمتعت بالجلد. اكيد اذا استمتعت بالمقطع لا تنسى زر اللايك ولا تنسوا يا جماعة تستخدمون الكود وتضيفوني تويتش تحت عشان ابث يا جماعة. اتمنى تدعموني بتويتش عشان ابث يا جماعة باذن الله. ولا تنسوا يا جماعة تصوتون يمكن هنا او هنا متى تبون توقيت البث. الحمد لله اللهم تقبل صيامي هذا اليوم. والله اني صرخت كثير. امي اذا تشوفين المقطع انا اسف والله ما اقدر اصور مقطع دون الاحصاء. المهم يا شباب السلام عليكم.